بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه داود وابن ماجه وصححه ابن حبان. والراجح عند أحمد وقفه. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع في حجة الوداع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره عن الحج عن شبرمة، لكن سأل هذا الرجل: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. فوهم من هذا أن المرأة لا يجوز أن يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه، وأنه إذا حج عن نفسه يجوز له أن يحج عن غيره، سواء كان فرضا أو تطوعا. فأما الفرض لا يجوز أن يحج عن غيره تطوعا أو نيابة عن غيره، والغير قادر على الحج بنفسه، فيلزم أن يحج المرء عن نفسه أولا، ولا يجوز له أن ينيب من يحج عنه. وأما التطوع فله أن ينيب من يحج عنه تطوعا. فمثلا إذا حج المرء حجة الإسلام له أن يرسل في السنة التي تليها أو بعدها من يحج عنه تطوعا، وما دام لم يحج حجة الإسلام فلا يجوز له أن يحج عن غيره، ولا يجوز لغيره أن يحج عنه تطوعا. لا يجوز لغير أن يحج إلا تطوعا. وأما حجة الإسلام فلا يجوز للمرء أن يحج حجة الإسلام عن غيره، والغير قادر على الحج بنفسه، فيبدأ أولا بنفسه ثم يحج عن غيره، وإذا كان غير قادر فيجوز أن يحج المرء عن غيره، والغير غير قادر على لا يحج عن نفسه، وقد حج الغير عن غيره عن نفسه تطوع فريضة. فهم من هذا أن الفرائض يجب أن يؤديها الرجل بنفسه، ولا يجوز له أن تؤدى عنه إلا في حال العجز، في حال العجز وعدم القدرة له أن يرسل من يحج عنه. وفهم من هذا أن الحج عن غير يجوز، سواء كان عن أخيه أو عن أبيه أو عن أمه، عن أي شخص، لأنه قال: أخ لي أو قريب لي، ما يلزم أن يكون في مرتبة معينة من القرابة. وأن من يشكل عليه هذا
عليه أن يسأل أهل العلم، فإذا علم من طريقهم يجب عليه أن يلتزم بالمسائل. وهذا الحديث صحيح الإسناد، إلا أنه قال أبو داود وابن ماجه رواه موقوفا وصححه ابن خزيمة بن حبان والحاكم، الراجح عند أحمد وقفه. العلماء رحمهم الله وضحوا لنا الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة من الأحاديث الموقوفة على الصحابي من الحديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ. درجة الحديث، الحديث صحيح. درجة الحديث صحيح مع ما فيه من الجروح الكثيرة، لكن الحديث صحيح. نعم. قال المؤلف: صححه ابن حبان. قال البيهقي: إسناده صحيح وليس في الباب أصح منه. قال ابن الملقن: قال ابن الملقن هذا الملقن ابن الملقن رجل شاب صغير، مات أبوه وهو صغير، فأوصى أبوه أن يتولاه هذا الذي يلقن الطلاب يدرسهم القرآن، أوصى أن يتولاه، فتولاه هذا وهو الملقن، يسمى الملقن، فتولاه هذا، فكان هذا الرجل تولى هذا الشاب الصغير وتزوج أمه، تزوج أمه وقام به خير قيام، وعلمه وأدبه وأهله لطلب العلم والتمكن من ذلك، فكان ينادى ابن الملقن، الملقن المعلم للطلاب القرآن يسمى الملقن. وكان هو رحمه الله يكره هذا الاسم، يقول: أنا لست ابن الملقن، وإنما الملقن زوج أمي، وزوج أمه، لكنه نسب إليه لأنه لم يعرف إلا به، أبوه توفي وهو صغير. فهذا ابن الملقن أصبح من علماء الحديث رحمه الله. نعم. قال ابن الملقن: إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أعله الطحاوي بالوقف، والدارقطني بالإرسال، والظاهري بالتدليس، وابن الجوزي بالضعف. ولكن إلى هذا الحديث، هذا حديث صحيح، ومع ذلك قد أعله الطحاوي بالوقف، يقول هذا معلول لأنه موقوف على الصحابي، لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدارقطني بالإرسال، قال هذا مرسل. والظاهري بالتدليس، قال هذا بالتدليس نسب إليه شيء ليس بالواقع. وابن الجوزي بالضعف. هذه العلل كلها، ومع ذلك الحديث صحيح. نعم. ولكن الحافظ في التلخيص مال إلى تصحيح الحديث بالنظر إلى أن له شاهدا مرسلا رواه سعيد. له شاهد مرسل، والمرسل يكون صحيحا ويكون ضعيفا، فهو له شاهد مرسل. له شاهد مرسلا رواه سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأجاب الحافظ في التلخيص عن بعض علله: وهذا المرسل يقول الموصول رجح عبد الخالق
وابن القطان رفعه، وصححه ابن حجر مرفوعا، وقال ابن الملقن إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الشوكاني. انظر هذا الحديث اعتنى به العلماء رحمهم الله اعتناء كاملا، وقالوا في هذه المقالة لأهمية الحديث عندهم. نعم. مفردات الحديث: لبيك، سيأتي شرحه في حديث جابر إن شاء الله تعالى. متى يمكن نصل إليه؟ بعد سنة والله أعلم، في صفحة 113، والكلام عليه على هذا الحديث في صفحة 113، والآن حنا في صفحة 37. في صفحة 113 هذا بالكتاب الذي عندي، ولا أنتم عندكم اختلف. هذا يقول لبيك أصله ألب بالمكان إذا رزمه، نصب على المصدر، وهو من المصادر التي يجب حذف فعلها لكونها وقع مثنى، ولذا يجب حذف فعله قياسا، لأن العرب لما ثنوه للتوكيد كأنهم ذكروه مرتين، فمعنى لبيك إجابة لك بعد إجابة، وإقامة على طاعتك إقامة دائمة، والمراد بالتثنية التأكيد والتكثير. هذا الكلام الذي وعد المؤلف رحمه الله بأنه سيأتي، ويا لوته ذكر في هذا أولا ثم قال لبيك، تقدم الكلام عليها، لأن كونه يذكره ويحيل إليه أحسن من كونه يحيل إليه قبل أن يذكره. هذا عندي صفحة 113 في المجلد الرابع هذا، لكنه ذكره في حديث جابر رضي الله عنه الذي فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث طويل في صفحتين وزيادة. ونحن طلابنا هداهم الله ما ينتظرون الباسر، لقلنا لهم الحديث سيأتي إن شاء الله، قالوا لا أعطني إياه الحين، أو شرح أعطني إياه الحين، وهو باسر يمكن يجي وبعد بكرة، ما يصبرون، وهذا مو بزين. الزين الإنسان طالب العلم ما يسأل عن الشيء الذي سيأتيه قريبا. شبرمة بضم الشين والراء وسكون الباء الموحدة. سكون الباء الموحدة يعني أنها باء بنقطة واحدة، ليست بنقطتين فتكون ياء أو تاء، وإنما هي باء. شبرمة شب الباء. أخ لي أو قريب لي أو للشك، والشاك هنا الراوي للحديث. وراوي الحديث يقول ما أدري هو قال قريب لي أو قال أخ لي. حججت عن نفسك، هذا للاستفهام وتقديره أو لا. هل حججت عن نفسك أو لا؟ فقال لا، ما حججت عن نفسي، وإنما بدا شبرمة على نفسها، حج عن شبرمة تلبية واستجابة لندائه، إن كان غال عليه أو عزيز عليه أو شيخ له أو قريب منه، قال حججت عن نفسي؟ قال لا، ما حججت عن نفسي. فقال له حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ما يؤخذ من الحديث؟ الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث. نعم. أولا، استحباب ذكر اسم المحجوج عنه في التلبية
لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على تلبيته. الرجل لبى قال لبيك عن شبرمة، يعني أنا أحج عن شبرمة، فهذا الرجل ذكر المحجوج عنه، فنقول ذكر المحجوج عنه حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل في قوله لبيك عن شبرمة، ما قال له ما يجوز لك أن تذكر المحجوج عنه. نعم. ثانيا، جواز حج الإنسان عن قريبه سواء أكان حيا أو ميتا، لكن في النافلة تجوز مع قدرته على الحج وعدمها، أما في الفريضة فلا يحج عن نفسه حتى ييأس من قيامه بالحج بنفسه. فرق بين حج الفريضة والنافلة. أنت بإمكانك أن تحج هذه السنة الفريضة عن نفسك، وترسل في السنة الثانية من يحج عنك النافلة، يجوز هذا، لكن ترسل في السنة الأولى من يحج عنك الفريضة لا، لا يصلح، لا يصلح أن يحج عنك أحد الفريضة وأنت قادر في نفسك. أما إذا كنت غير قادر فيجوز أن ترسل من يحج عنك وأن الفريضة والنافلة الأولى والأخيرة. ثالثا، أن النائب لا تجوز حجته عن غيره إلا بعد أن يحج فريضة الإسلام، يعني لا يجوز للمرء أن يبدأ بالغير، لا بالأب ولا بالأم ولا بالقريب ولا بالبعيد، أن يحج عنه وهو لم يحج عن نفسه، بل ينظر في حجه أولا إن كان حج عن نفسه فيجوز أن يحج عن غيره، أما إذا لم يحج عن نفسه فيلزمه أن يحج عن نفسه ولا يجوز له الحج عن الغير. نعم. رابعا، أنه لو أحرم عن غيره في هذه الحال انقلب الحج له، ومثله لو أتم الحج صارت الحجة له لا لمن نوى النيابة عنه، فهو من الأحكام القهرية التي لا تؤثر فيها النية. فلا يصح أن يحرم المرء عن نفسه عن غيره وهو لم يحرم عن نفسه، لكن إذا أحرم المرء عن غيره وهو لم يحرم عن نفسه فيجوز أن يجعل الحجة هذه عن نفسه وإن لم ينوها من أولها، يعني الإحرام عن الغير، الإحرام عن الغير جائز لكن بشرط أن يحرم عن نفسه أولا، ثم إذا أحرم عن نفسه له أن يحرم عن غيره، وله أن يحرم عن نفسه ويحرم عن غيره وهو ينويها عن غير. فإذا كان لم يحرم عن نفسه قلنا له اجعل هذه الحجة عن نفسك وأنت جائز فعلك هذا، يقول أنا نويت الإحرام ودخلت في النسك على أساس أن عن فلان، يقول ما تصح عن فلان حتى تصح عن نفسك، حتى تحرم عن نفسك فيصح لك أن تحرم عن نفسك ثم تحرم عن فلان، حتى لو جعلت الأولى لفلان فإنها لا تصح عنه. نعم. خامسا، أن الإحرام ينعقد مع الصحة والفساد، فإن الإحرام عن الغير ممن لم يحج عن نفسه باطل للنهي، ولكن باطل لنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه، فالإحرام عن الغير مع عدم الإحرام عن نفسه لا يصح، ويصح إذا نواه عن نفسه ولو نوى أوله عن غير، لو أدى الحج بنية الإحرام عن غير ثم تبين له أنه لا يصح فله أن ينوي الحج هذا عن نفسه. ويقول الشيخ رحمه الله:
إنه لو أحرم عن غيره في هذه الحال انقلب الحج له مثله لو أتم الحج. لو أحرم عن غيره وأتم حجه عن غيره ثم تبين له أنه لم يحج عن نفسه فينقلب الحج الذي نواه عن نفسه وعليه أن يحج عن الغير. فمثلا لو أخذ واحد مكافأة على أن يحج عن فلان أخذ مكافأة ليحج عن فلان وهو لم يحج عن نفسه فقيل له لا يصح، قال ماذا أعمل؟ نقول اجعل هذه الحجة عن نفسك. يقول أنا حجيت وقضيت على أنها عن فلان، نقول تكون لك وعليك أن تحج عن فلان في المستقبل. أربعة خمسة ثلاثة، أن النائب لا تجوز حجته عن غيره إلا بعد أن يحج فريضة الإسلام. أربعة رابعا أنه لو أحرم عن غيره في هذه الحال انقلب الحج له، ومثله لو أتم الحج صارت الحجة له لا لمن نوى النيابة عنه، فهو من الأحكام القهرية التي لا تؤثر فيها النية. خامسا أن الإحرام ينعقد مع الصحة والفساد، فإن الإحرام عن الغير ممن لم يحج عن نفسه باطل للنهي، ولكنه لم يؤثر في أصل عقد الإحرام فصحت الحجة للقائم بها مع اختلاف نيته وقصده. سادسا وجوب المبادرة إلى تعليم الجاهل إذا كان متلبسا بالعبادة على غير وجه صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا الرجل ما حج عن نفسه الآن، لأن هذه حجة الوداع، الحجة الأولى بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يستفسر إن كان حج قبل هذه عن نفسه صح، وإلا فيرشده لأن يجعل هذه الحجة عن نفسه ويحج عن غير في المستقبل. ستة وجوب المبادرة. سادسا وجوب المبادرة إلى تعليم الجاهل إذا كان إذا رأيت الرجل يلبي أو يتكلم بشيء غير صحيح، فينبغي لك أن تبادر بتعليمه، تقول عملك هذا يا أخي خطأ، لا يجوز لك ذلك، عليك أن تصحح. كيف أصحح؟ ما تقول ما أدري، ما تخطئه إلا وأنت تدري كيف يصحح، عليك أن تلزمه وتبين له الصحيح. ستة وجوب المبادرة إلى تعليم الجاهل إذا كان متلبسا بالعبادة على غير وجه صحيح. مثلا لو رأيت شخص يصلي لغير القبلة، فيجب عليك أن تبادر وتعلمه، تقول يا أخي صلاتك هذه غير صحيحة، يعني تصلي لغير القبلة وهكذا. أو رأيت رجلا يصلي وهو لم يتوضأ، فتقول يا أخي أنا علمت أنك محدث قبل الصلاة، دخولك في الصلاة وأنت دخلت في الصلاة ولم تتوضأ، أو أنك جنب، أنت جنب فلم تتوضأ ولم تغتسل، فيجب عليك أن تبادر بهذا وتخبره ولا تمهله حتى ينهي عبادته. سابعا إن المفتي إذا بين للجاهل خطأ ما هو عليه فلا بد أن يبين له الطريقة الصحيحة في عمله الذي أخطأ فيه. ما يصح لك أن تقول للجاهل خطأ عملك هذا غير صحيح، قال ما هو الصحيح؟ تقول ما أدري، ما يصير. أنت لا تخطئه إلا إذا دريت كيف تصحح عمله. ثامنا الحج عمل من شروطه أن يكون قربة لفاعله،
فلا يجوز الاستئجار عليه كغيره من القرب. فإذا كان هذا العمل إنما يعمل للدنيا ولأجل العوض الذي أخذه لم يكن حجه عبادة، وإنما تقع النيابة المحضة في من غرضه نفع أخيه المسلم لرحم بينهما أو صداقة أو غير ذلك، وله قصد أن يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشاعر العظام، فيكون حجه لله فيقام مقام المتسبب. يعني أن الأعمال القرب ما يصح أن تستأجر عليها الناس، يعني ما يصح أن تستأجر على الحج، تقول تعال يا أخي أريدك تحج عن أبي وتعطي 1000 ريال أو أقل أو أكثر، تقول حج عن أبي، هو حج لأجل الدراهم في هذه الحال، ومن حج لأجل الدراهم فلا أجر له، فماذا تهدي أنت؟ مالك أجر. وإنما ابحث عن الرجل الذي يحج احتسابا، والاحتساب يكون مثلا إذا كان الرجل بعيد عن مكة ويحب أن يحج عن نفسه أو عن غيره، لكنه ما عنده قدرة ليحج عن نفسه ويريد نفقة، فأخذ النفقة منك ليحج عن أبيك لأنه حريص على حضور الحج والحضور مع المسلمين في هذه الحجة المباركة مثلا، ما عنده قدرة فيريد أن يحج عن الخير بنفقة منك، هذا لا بأس. أما إذا كان هدفه المال فلا أجر له، فأنت ماذا تهدي؟ ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: من حج ليأخذ أو من أخذ ليحج، أيهما المأجور؟ اثنان، واحد أخذ ليحج، أخذ المال لأجل أن يحج، والثاني حج لأخذ المال، أيهما المأجور؟ من أخذ ليحج هذا مأجور لأنه أخذ رغبة في الحج، لكنه ما عنده القدرة فأخذ المال ليحج، سواء عن نفسه أو عن غيره كلاهما سواء. أما من حج من أجل أن يأخذ فهذا لا أجر له، فماذا تهدي أنت إذا أهديت هذه الحجة عن أبيك أو عن أمك؟ قلت الرجل حج عن أبي 1000 ريال فحج لأجل 1000 ريال، هل تهدي شيء؟ هل يبقى لك شيء تهدي؟ ما عندك شيء. لكن إذا أخذ ليحج، أخذ الدراهم لأجل أن يشارك المسلمين في الحج، فهذا مأجور. نعم. تاسعا، قال العلماء: يستحب أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو عاجزين، لحديث زيد بن أرقم: إذا حج الرجل عن والديه تقبل عنه وعنهما، واستبشرت أرواحهما في السماء وكتب عند الله برا، رواه الدارقطني. ولا نزاع في وصول ثوابه إليهما. هذا الحديث، هذا الخبر، قال العلماء يستحب أن يحج عن أبويه لأنهم انتفع بهم، لأنه انتفع بهم ووجد من أجل بسببهم، سواء كان ميتين أو عاجزين. في حديث ابن زيد بن أرقم: إذا حج الرجل عن والديه تقبل من عنه وعنهما، يعني هو يكون له أجر، ما يحرم من الأجر، والوالدان لهما الأجر. إذا حج هو عن أحد والديه هذه السنة وحج السنة الثانية عن الوالد الآخر، أو مثلا أرسل من يحج عن الوالدين من الأخيار من طلبة العلم، فلا بأس بذلك ويكون مأجورا إن شاء الله.
والوالد له الأجر بالحج والوالدة لها الأجر بالحج. واستبشرت أرواحهما في السماء وكتب عند الله برا، يعني إذا حج عن الوالدين يكون بارا بهما، وهذا من البر بالوالدين أن تحج عنهما، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما، قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وبر صديقهما. فأنت إذا حججت عن الوالد أو عن الوالدة تكون بارا بهما ومأجورا. ولا نزاع في حصول ثوابه إليهما، يعني لا خلاف بين العلماء أن المرأة إذا حج عن والديه فإنه يصلهما ثواب الحج بإذن الله. هذا الذي قال عنه المؤلف رحمه الله، سيأتي في حديث جابر. جابر هذا هو راوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أطول حديث فيما أعلمه في الحج. بين فيه جابر رضي الله عنه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحج. يقول السائل: رجل تزوج بامرأة أنجبت طفلة، ثم حصل بينه وبينها مشاكل وخلاف، وحلفت بالله أنها تقول والله أن أخنق نفسي فأموت خير لي من أن أعيش معك. السؤال: هل علي ذنب إن طلقتها؟ ينبغي له ألا يطلقها إذا كانت تناسبه، حتى وإن قالت ما قالت، لأن الله جل وعلا ما جعل الطلاق بأيدي النساء، ولو كان الطلاق بأيدي النساء لما بقيت امرأة مع زوجها إلا القليل، لأنهن ما يصبرن ولا ويظهرن الجزع وعدم الصبر والاحتمال، فلا يجوز للرجل أن يطلق امرأته لقولها إني والله كذا والله كذا والله كذا إلى آخره. يقول السائل: هل يجوز الكذب بنية إبعاد المفسدة عن نفسه؟ لم يكن في هذا الكذب مضرة على الغير، فلا يجوز له أن يكذب لوقوع الضرر على الغير ليدفعه عن نفسه، فلا يجوز له ذلك. أما إذا لم يكن فيه مضرة على أحد وهو يريد براءة نفسه فلا بأس عليه إن شاء الله في هذا، لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم لما أسر جاء آخر فقال والله إن هذا لأخي، ليس هذا الرجل الذي تريدون أيها الذين أسرتموه أخي، وهو يريد أخوه في الإسلام وهم يظنون أنه أخوه في النسب، فقد كذب عليهم وحلف يمينا من أجل براءة أخيه المسلم. فالأخ المسلم تحرص عليه، لكن لا تكذب لأجل مصلحتك وضرر غيرك. يقول السائل: والدتي في اليمن وأريد أن أحج عنها وهي تستطيع أن تأتي، لكن ليس لديها تكاليف ومصاريف الحج، هل أحج عنها؟ إذا كانت لا تستطيع الحج من اليمن فلك أن تحج عنها أنت من هنا من مكة، إذا كانت لا تستطيع. أما إذا استطاعت فيجب عليها أن تحج بنفسها. يقول السائل: اعتمرت، فهل يجوز لي أن أعتمر عن والدي المتوفي؟ هل يجوز لي أن أعتمر عن والدي المتوفى؟ نعم، يجوز لك أن تعتمر عن والدك متى شئت،
لأن العمرة تجوز في كل وقت. يقول السائل: حججت عن رجل من دولة ما، فأراد وكيل الميت أن يعطيني مال فرفضت، وحججت لوجه الله، ثم أرسل إلي المال مع شخص من بلده وقال لا بد أن تأخذ المال، فأخذته لإصراره، فهل فعلي حسن؟ لا بأس عليك ما دام لح عليك بذلك، وأنت ما حججت من أجل المال أصلا، وإنما حججت ابتغاء وجه الله تعالى، فلك الأجر إن شاء الله. يقول السائل: ما هي السنة في الركن اليماني؟ هل أسلم في كل شوط أم مرة واحدة؟ يستحب في كل وقت في كل شوط، وليس بلازم، ليس بحتم، وإنما الاستحباب يلزم يكون مستحبا في كل طواف، وكل ما قاذيت الحجر الأسود أو الركن اليماني تقبل الحجر الأسود وتستلم الركن اليماني. يقول السائل: هل في الخضروات والفواكه زكاة؟ لا، ليس فيها زكاة، وإنما صدقة تطوع، يعني يجوز لك بل يستحب في حقك إذا جمعت خضروات كثيرة أن تعطي منها إخوانك الفقراء والمساكين، تعطيهم منها، ولا يلزم الزكاة في هذا إلا إذا جمعت الدراهم قيمتها وحال عليها الحول، فعليك أن تزكيها. هذه لازم يكون معنا صاحب الورقة يقرأ علينا، ما تقرأ ذي. يقول السائل: والدتي لم تحج عن نفسها لعدم استطاعتها بسبب حالتها الصحية، وأعطت شخص مبلغا للحج عن والدها المتوفى، علما بأنها حالتها الصحية بعض الأحيان جيدة ولكن لا يتوفر لديها المحرم. إذا استطاعت أن ترسل من يحج عنها فهي أولى من أن تحج عن والدها، خاصة إذا كانت الفريضة، إذا كانت الفريضة فعليها أن تحج عن نفسها، فإذا لم تستطع الحج عن نفسها فعليها أن ترسل من يحج عنها الفريضة، ولا ترسل من يحج عن أبيها إلا إذا توقعت أنها تستطيع الحج عن نفسها، فأرسلت من يحج عن أبيها وحج فلا بأس عليها إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.